السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الكرام، أسواق للمواشي والخضر والفواكه أينما كنتم وأينما تواجدتم. كنت مارا بجانب أشجار الزيتون أصور حتى لاحظت عيني هذه الشجرة العظيمة والضخمة والطويلة جدا، فلم أشاهد مثلها قط في حياتي. يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار، وهي متفرعة جدا. وهذه شجرة التين مغروسة بجانب أشجار الزيتون. وتذكرت أحد المقالات التي يقول كاتبها: أثبتت الدراسات والبحوث أن الإغريق كانوا يغرسون في كل حقول الزيتون أشجار التين بمعدل 4 للواحدة، كل 4 زيتونات يغرس شجرة تين واحدة. وهو ما أثار فضول الباحثين، ولكن بعض الدراسات أثبتت أن الإغريق كانوا يشكلون مبيد طبيعي لذبابة الزيتون، بحيث أن أكثر فترات تكاثر ذبابة الزيتون يصادف نضج ثمار التين، وهو ما يجعل عسل التين يستقطب ويجذب ذبابة الزيتون. ولكن سبحان الله، بقدر ما تنجذب هذه الذبابة لعسل التين، في نفس الوقت هو مبيد فعال لها. وقد جمع الله بين التين والزيتون في كتابه العزيز، إذ قال في محكمه التنزيل: والتين والزيتون وطور سينين. والتين هي هذه الثمرة المعروفة، وواو القسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بالتين. والزيتون بعضهم من قال الزيتون المعروف، وبعضهم من قال جبل، واختلف في تفسيره. وطور سينين وهو المعروف في مصر. وتوجد مقالة لأحد الدكاترة المختصين في مقالته أن الإنسان إذا أكل التين والزيتون معا قال أيضا: هل فكرت يوما في معنى هذه السورة العظيمة، ولماذا أقسم الله بالتين والزيتون معا، ولماذا ارتباط هذا القسم بخلق الإنسان في أحسن تقويم؟ الكثير منا لم يتدبر المعاني والفوائد الرائعة من أكل التين والزيتون معا، ولكن بعد إجراء دراسة حول فوائد أكل التين فقط أو أكل الزيتون فقط، لم يتوصل العلماء لفوائد كثيرة تذكر إلا بعد خلط التين والزيتون معا. أكل التين والزيتون معا، ومن أهم فوائد وتأثير أكل التين والزيتون معا، هي خفض الكوليسترول في الدم، يزيد الإخصاب عند النساء، يساعد على نضرة جسم الإنسان ليصبح دائما في حالة من الشباب، تعمل على إزالة أعراض الشيخوخة. التمثيل الغذائي، سادسا يساعد خلايا الجسم على أداء عملها بشكل جيد، تعطي الجسم القدرة على العمل، ويعالج الضعف الجنسي عند الرجال، تقوية القلب وضبط النفس. سؤال: هل بلغت من العمر 50 عاما؟ هل تعرف إنسان بلغ من العمر 50 عاما ويشتكي دائما من زيادة الكوليسترول في الدم؟ سؤال آخر: هل جرب هؤلاء أن يأكلوا التين والزيتون معا؟ إنها الوصفة التي من وصفها لنا والله سبحانه وتعالى، حيث أقسم
في قرآن العظيم بالتين والزيتون. مادة الميثالونيدز هي المادة المسؤولة عن نضارة الجسم ليصبح دائما في حالة من الشباب، ويقوم المخ بإفراز هذه المادة من سن 15 سنة إلى سن 35 سنة، ثم تقل نسبة إفراز هذه المادة بعد سن 40. هل تفكرت في هذا القسم بالتين والزيتون وارتباطه بخلق الإنسان في أحسن تقويم؟ هذا ما قاله فريق البحث الياباني، حيث قال أن المادة الفعالة الميثالونيدز الموجودة في التين لا يكون تأثيرها فعال إلا بخلطها مع المادة التي في الزيتون. وقال فريق البحث الياباني أن النسبة التي تعطي أفضل نتيجة هي حبة تين واحدة وسبع حبات الزيتون. والغريب أن التين ذكر في القرآن مرة واحدة، أما الزيتون فذكر 6 مرات صريحة ومرة واحدة مبهمة، حيث قال سبحانه وتعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي شجرة الزيتون. ودائما نحث الناس على زراعة الأشجار ومنها شجرة التين، لأنها في طريقها للإنقراض في بعض المناطق. كان قديما الكل يأكل من أشجار التين، وما نسميه بالباكور بلهجتنا أو الكرموس، عكس اليوم أصبحت نادرة وتباع بثمن محترم. لذلك يجب على الساكنة الاهتمام بالأشجار وتربية الدجاج والأرانب وزرع الأرض بما يناسب الاجتهاد ليجعل المنطقة تتحرك كيفية غراسة أشجار التين أو شتلات التين. تبدأ زراعة أشجار التين في شهر يناير وتستمر إلى أواخر شهر مارس. يتم حفر حفرة أبعادها 50×50×50 سنتيمتر، وكلما كانت حفرة أكبر كانت سرعة النمو أفضل خصوصا في البداية. ثم يوضع في سطح الحفرة تراب مخلوطا مع روت الأبقار متخمر، ومن ثم غرس الشجيرات بعد إزالة الكيس البلاستيكي، ويستحسن قص أطراف من الجذور خصوصا المنكسرة والطويلة كثيرا، وتروى بغزارة مباشرة بعد الغرس. كيف يتم ري أشجار الحديثة حديثة الغرس؟ تروى على فترات متقاربة، وذلك حتى ينتشر مجموعها الجذري في داخل التربة مع احترام طبيعة التربة وفصول السنة. ويمكنكم تتبع هذا البرنامج السنوي. تروى أشجار مرة واحدة كل أسبوعين خلال الأشهر نوفمبر دجنبر يناير. تروى الأشجار مرة واحدة كل أسبوع خلال الأشهر فبراير أكتوبر. تروى أشجار 3 مرات في الأسبوع خلال الأشهر مارس أبريل ماي شتنبر. تروى الأشجار كل يوم خلال أشهر يونيو يوليوز أغشت. ويختلف ذلك من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى على حسب مناخ البلدان المختلفة. ومن الحكايات التي تروى، يقال سألت الأشجار شجرة التين يوما فقالت لها
ما بالك حزينة لا تزدهين بأزهارك كبقية الشجر؟ أنت المباركة وفيك الشهد. انظري إلى اللوزة، إنها تختال بأزهارها بينما الأشجار عارية. قالت التينة حزينة: شربت ماء الشتاء كله فلم أرتوي، وفي عودي هشاشة. أما اللوزة فقد ارتوت بآخر قطرة من مطر يشتد عودها، وفي ثمارها حموضة ومرارة. كل الأشجار تزهر ثم تثمر إلا شجرة التين المباركة تثمر ولا تزهر، لأن منها الزهر الثمر التين يا عذراء الشجر. التين هي عذراء الشجر، مريم البشر ولدت ولم تحيد. ونصيحة من أخوكم مجرب كل الحيل والطرق للتشتيل، ويوجد من هو خير مني، أفضل وأضمن طريقة لنجاح تشتيل أو غرس أقل التين أو العنب أو شتلتين، هي تقوم بتغطيتها بالنايلون أو شيشة مياه والمحافظة على الرطوبة. يعني تقدر أن تشتلو في شيشة مياه بعد عمل ثقوب أسفلها لتصريف المياه الزائد، ثم تغطيتها كما أخبرتكم سابقا. بالمختصر، الشتلة كلما كان الهواء رطب كلما كان نسبة النجاح أكبر، حتى بغرسها داخل الحفرة مباشرة دائما. حاول غرسها في الركن الجنوبي من الحفرة، لأنه أقل عرضة للشمس وأكثر رطوبة، وخاصة إذا كانت الشتلة في حفرة عميقة حوالي 20 إلى 25 سنتيمتر فما فوق سطح التربة، وهذا ما أنصح به. ودائما التغطية مهمة جدا، والأفضل سعف النخيل إلى أن تجتاز فترة الحرارة المرتفعة في أشهر العنصرة. هذه من تجارب الطويلة، وفقكم الله. وهذا ما لدي اليوم، وأتمنى من الله العلي القدير أن يغفر ذنوبنا في هذا الشهر الكريم المبارك، وأن ييسر أمورنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وأترككم مع بقية الفيديو، وأتمنى لكم مشاهدة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة في القناة لمن لم يشارك من قبل، وحياكم الله.